الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، سأتحدث إن شاء الله تعالى اليوم عن خصائص شهر رمضان. فمن خصائص شهر رمضان أن صيامه وقيامه سبب لمغفرة ما مضى من صغائر الذنوب، أن صيامه وقيامه سبب لمغفرة ما مضى من صغائر الذنوب. وفي الحديث: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الأعمال أيها الأحباب مكفرات لما بينهن. وفي هذا الحديث أن المداومة على الفرائض تكفر الصغائر من الذنوب، ولكن بهذا الشرط هو اجتناب كبائر الذنوب. وفيها أن صيام رمضان يكفر ما بينه وبين رمضان الآخر من صغائر الذنوب، وأن من صامه وقامه إيمانا، أن من صامه وقامه إيمانا بموعود الله عز وجل واحتسابا للأجر والثواب عند الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أنه تضاعف فيه الأعمال الصالحة، فالفريضة الواحدة فيه عن 70 فريضة فيما سواه، والنافلة فيه تعادل الفريضة في الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، فأي فضل وأي نعمة أعظم من هذا الفضل لمن وفقه الله عز وجل؟ كذلك أنه شهر الصبر كما سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والصبر هو حبس النفس، وهو 3 أنواع. أولا هو صبر النفس، صبر على طاعة الله، وهو حبس النفس على طاعة الله. ثانيا وصبر عن معصية الله، وهو حبسها عن محارم الله عز وجل. ثالثا وصبر على أقدار الله عز وجل، وهو حبسها عن الجزع من أقدار الله المؤلمة. وكل هذه الأنواع من الصبر كانت في الصيام الذي أوجبه الله في هذا الشهر. أما الصبر على طاعة الله، فلأن الإنسان إذا لم يصبر لا يمكن أن يصوم ولا يمكن أن يصلي. ثانيا الصبر عن معصية الله، فلأن الإنسان إذا لم يصبر وقع في المنهيات والشبهات بل والمحرمات. ثالثا الصبر على أقدار الله عز وجل، فلأن الإنسان يصيبه الجوع والعطش في أيام الصوم، ولا سيما في الأيام الحارة والطويلة، ولكنه صابر بذلك، صابر لأن ذلك في مرضاة الله عز وجل. فلما
اشتمل الصيام على أنواع الصبر فلما اشتمل الصيام على أنواع الصبر الثلاث؟ والصبر من أشق الطاعات على النفوس، ولهذا صار ثوابه الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله مدح الصابرين الصبر في كتابه ووعد الصابرين بالثواب العظيم، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.